كان مخرج برضو احمد شفيق من الشباب. هيبقى لك نصيب في الاب الروحي. الاب الروحي ده حكايته حكايه بقى. الاب الروحي الجزء الاولاني اللي عمله بيتر ميمي، كان انا عندي شويه مشاكل حياتيه كده، وفي نفس الوقت كمان الخريطه بتتغير، منتجين جداد ومخرجين جداد، وانا عصر من الفن جديد، حاجه انا مش فاهمها ومش عارفها. فقلت مين مين انتاج مين الاخراج؟ لا لا انا الناس دي ما اعرفهاش. ففي المسلسل الجزء الاولاني بتاع الاب الروحي كان محمود حميده، فكلمت حميده بما اني يعني اشتغلت معاه وصديقي، قلت له حميده انا بعتلي في مسلسل الاب الروحي، قالوا لي انت، قال لي انا بعمل 7 حلقات بس. مش عارف حميده لما يتكلم كده بتعمل، قال لي بعمل 7 حلقات، اصل انا بقى بص يا شريف انا عايز اقف جنب الجيل الجديد ده، جيل جديد وفكر جديد واسلوب جديد، وانا قلت له اصل هم بعتلي، قال لي بعتلك في ايه؟ قلت له ما اعرفش هم كلموني، قال لي لا شوف بس الحكايه ايه الاول وبتاع. فبعد ما قفلت مع محمود حميده قلت انا مع نفسي بقى برضو انا تفكيري ضيق شويه، قلت محمود حميده بعت له 7 حلقات انا اكيد هعمل حلقه. فكلموني تاني قلت لهم لا معلش اصل انا مشغول ومش هينفع وبتاع، واختصرت بس زعلت. شفته؟ طبعا شفت طبعا الجزء الاولاني ونجاحه. اللي كان بتاعك يعني مش عايز اتكلم على الدور والزميل اللي عمله لانه يعني عجبك. طبعا عمله كمان هايل الحقيقه، وكان نجاح ليه كويس قوي، وكان رجوع ليه شخصيا في الفتره دي مهم. طب هتقول لي مين؟ مش ما هو حد مهم كان في المسلسل، يعني دوره كان اكبر من دور حميده كمان، وكان عامل في الجزء الثاني احمد عبد العزيز. يلا ها يلا الله وعدله الف تحيه. طبعا طبعا احمد شفته قلت الدور ده جميل جدا، وان احمد عمله بشكل واحد، واحمد عمله حلو قوي الحقيقه، ويمكن نصيب لانه احمد يمكن كان هو محتاج ده اكتر مني في الفتره دي. ليه بقى؟ احمد طبعا نجم كبير، ونجم انا يعني اخو الصغير، يعني انا اصغر منه، واشتغلت مع احمد كذا حاجه. هو في الفترة دي صحيا كان شوية تعبان، وعنده مشاكل برضو في الحياة، لانه انا يعني بنسمع اخبار بعض وكده، فانا بقول يمكن ربنا هو رتب ده، يعني انه هو عايز الدور ده في الوقت ده عشان يعمل بيه الافزة اللي عملها احمد عبد العزيز. أيوة. هو عمل افزة في الاب الروحي كانت قوية جدا، بس وما زعلتش على فكرة خالص والله، وكنت فرحان. يعني أنا برضو راجل قدري يعني شوية، يعني قلت هو رزقه هو، يعني أنت ممكن يجيلك لغاية عندك حد يكلمك في حاجة جامدة جدا، فأنت تقول لا أصل أنا دلوقتي مش عارف إيه بتاع، فتلاقي حد تاني ياخده يعمل بيه حق يعني، فاهمة؟ وهو طبعا ممثل أحمد استاذ احمد لا تاريخ يعني، واشتغلت معاه مسلسلات كتير. احمد بني ادم كمان وانسان غايه في الروعه وفي الادب ومثقف. هاخدك وارجع بيك شويه ورا لغايه فين بس عشان يعني اعملك